هنا أقول رحم الله امرأة لا تستطيع الوقوف من دوار الوحم، رحم الله امرأة تفزع متألمة من نومها من حركة جنينها في بطنها، رحم الله عز وجل امرأة باتت تئن في سرير المستشفى من آلام المخاض، رحم الله امرأة لا تستطيع النوم لأن رضيعها لا يريد أن ينام، رحم الله امرأة انهمرت دموعها من ضنك الحياة وآلام الحياة، رحم الله امرأة تسبق دمعتها دمعة ابن لها جاء يشكو إليها آلام الحياة، رحم الله امرأة تركت راحتها وعادت لتربي حفيدا لها تساعد أبويه. أيها الرجل اعلم أنه لا يحق لك أن تقول أن المرأة ضعيفة أو أنها بنصف حقوقك أو أنها لا حقوق لها. هذه المرأة أعطها ما شئت ترد لك أضعافها، أعطها عندما تتزوجها نطفة تعطيك غلاما يدخلك الجنة، أعطها منزلا تعطيك سكنا وراحة وطمأنينة، أعطها ابتسامة تعطيك قلبا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.